يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام في خطبة الجمعة وحصل على مكبر الصوت خلل، فهل لأحد من الجماعة أن يقوم بإصلاحه ولا يعتبر لاغيا في الجمعة، أم لا بد أن يأمره الإمام بذلك؟ ما يقوم بإصلاحه، ولكن يحتسب أحد المصلين فيبلغ بالتكبير، يبلغ من خلفه بالتكبير. إذا كبر الإمام يكبر، يرفع صوته من أجل أن يسمعه الناس. إذا حصل خلل في مكبر الصوت في خطبة الجمعة، فهل لأحد من المأمومين أن يقوم بإصلاحه، أم لا بد أن يأمره الإمام؟ لا، ما يشترط. الإمام مش يدريهن في أحد يصلح الجهاز، إذا يقوم يصلح جزاه الله خير، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. وهل يعتبر لاغيا؟ لا، ما هو لاغي في هذا، هذا لعذر وحاجة. نعم.